عاصمة الناس الكل. في البداية نحب نشكر الناس اللي قاعدة تطلب فينا وتراسل فينا الناس الكل، ونطلب السماح من الناس اللي التوا ما خلطتش باش نجاوبهم، ونقولوا مانيش نسيتكم وإن شاء الله نتصل بكم في أقرب وقت. موضوع الساعة هو الإرهاب، وكي نحكيه على إرهاب نحكيه على سلاح. وقضية اليوم قضية حكيوا عليها برشا الصحفيين ولكنها تنسيت. اليوم باش نحكي على قضية وحكاية صارت في حمام الغزاز، توقفوا فيها مجموعة من الشبان لكن معاهم زادة عون أمن، وهما موقوفين عندهم أكثر من 8 أشهر. الحكاية صارت نهار 7 فيفري بعد اغتيال الشهيد شكري بالعيد. شباب المنطقة خرجوا يعبروا على الغضب متاعهم وتجمهروا قدام مقر النهضة. فما واحد يقرب العون الأمن سفيان بالحاجة عمر اتصل به وطلب منه النجدة، خاطر الشبان اللي كانوا موجودين حسب ما يقولوا هما كانوا يهددوا بإحراق المقر. سفيان مشى وعاونهم، ولكن وهو يعاون فيهم شاف اللي واحد من الموجودين في المقر وهو ينتمي لحركة النهضة عنده سلاح. قام بالإعلام في نفس الوقت، قام بالإعلام ورجع على روحه لداره. لكن المفاجأة الكبيرة أنه سفيان تم اتهامه بعد هو والشبان هذم الكل بإضرام النار في المقر، السرقة، الإضرار بأملاك الغير، والتحريض على أحداث الشغب. أما قبل ما نكملوا الحكاية نحبكم تشوفوا كيفاش تم إيقاف سفيان. قلها ولدك يخدم على راحه ويمشي للحبس. أنا تحولت الحمام الغزاز وقابلت عائلة سفيان وقابلت برشا ناس كانوا حاضرين وشهدوا على الحكاية، ومعناها الناس الكل أكدت لي اللي سفيان بريء، اللي ما حرضش على حرقان المركز. وبرشا من الشبان الموقفين زادة ما كانش عندهم حتى يد في اليسار، ومعناها ما فماش لا فيديوهات لا حتى شيء يثبت. وأغلب الشهود حسب ما يقولوا بالطبيعة الناس الحاضرين معناها أكدوا للناس هذوما ما همش متورطين. واتصلت زيدا بأحد المحامين اللي أكد لي التهم كلها كيدية. معناها اليوم نقولوا كيفاش فما إرهاب، بالطبيعة فما إرهاب. معناها العبد اللي يخدم بخدمته بضمير ويعلم معناها القيادات الأمنية والمراكز بوجود سلاح يلقى روحه معناها مطيش في الحبس توا 8 أشهر بلاش محاكمة. وبعد نقولوا الإرهاب منين. وتوا نحب نزيد نخليكم مع عائلة سفيان باش تشوفوا المعاناة متاعهم. وزيد قابلت عائلات أخرين يعانيوا بسبب إيقاف الشبان في حمام الغزاز. سفيان عنده ولده تولده هو في الحبس إلى يومنا هذا ما شافوش. علاش؟ خاطر خدمته بضمير وما حبش يتسطر على الإجرام وعلى الجريمة. وتوا نخليكم مع والدته وبنته باش يحكي لكم على حكاية سفيان. 8 شهور موقف وما سمعنا حد شيء وما رينا حد شيء يدخش عليه يقتل روحه، اللي كونه ما عمل شيء، بالعكس حماه وهو اللي خبر على السلاح. هذيك اللي نعرفها انا كي خبروا على السلاح يقيوهم تو بالعكس ولا يشدوهم. ولدي 8 شهور مرته حتى ولدت وهو في الحبس الى الان، ولده ولد 7 شهور ونص ما يعرفوش، وصغيرات ومسكرات يسخفوا الشهريه من النهار قصوها. سمعوا معناها عباد تصايح وكله حب يمشي يحميهم وخرجهم معناها وقال لهم راني انا نحميكم. وهو يخرج فيهم هذايا فما واحد منهم من عضو معناها من حركه النهضه وقتها معناها يشوف هكايا شد من فوق الكابوت وجي عند الكابوت هكا يخي شاف سلاح. بابا على البلاصه قال له شنو هذايا؟ قال له انا باش نحمي بيه روحي وسبو اي. وبعده يا اخي بابا معناها سكت يخوف معناها بالسلاح ينجم واحد يضربك. خرج بابا ومن بعد روح. كي وصل للدار انا وقتها كونكتي في فيسبوك وهي ما تحرقتش وقتها مقر النهضه مازال ما تحرقش. علم مع السلاح في مركز الحرس وقال لهم في اللي هو خاطر كان مش تدخل معناها امن وكل يمكن يجدوا يتشنجوا هما في حاله معناها ماهيش مستحقه باش انها معناها عباد تتدخل وامن.
يا اخي قال ما خليني انا ولد بلاد خليني نتفاهم معاهم ومشي يحميهم وذاك هو اللي صار وروح يكلم هو في الثنية يكلم في المناطق ويقول لهم راهو كذا وكذا وريت عنده سلاح ومعنى علم معنى علم مستير زيد نعاود نقول لكم كي بابا روح للدار يا مزيد ما تحرقتش مقارنة انا عمري ما ريت امني يخدم خدمته يحمي على العبيد قالوا لي هو معناها يمكن مول من اطراف معذبه ما يفهمش السياسه وما يعرفش حتى شكون الوزير هذاك ولا شنو هو خدمته يخدم المتهم بريء حتى تثبت ادانته بابا ما عندوش حتى دليل ادانه العبيد تتشاد بالفيديو عبيد حرقت سفاره معناها كامله تحرقت وخرجوا بدا راي شعملنا باش 8 شهور ودي موقف عمل حتى شيء يا شعب قوموا معايا وشوف شوفوا اذا كان عمل ولدي حاجه حاسبه في بالي عائلة الأمنيين توتاو عندهم الحق باش انهم يعايدوا كي العبيد يا اخي وصلنا المعنات في هذا الوقت وصلنا معنا عائلة الأمنيين تعايد في الجبينة وعائلة الأمنيين تعايد توتاو في الحبس شهر هو قاعد يخدم انا بابا ما نشوفوش نشوفه مرة في الجمعة يجينا معناها أمني يخدم 22 عام في ليلة ونهار يقولون باي باي بسلامة احنا معنا ما نيش تابعين العائلة الأمنية ما نعرفش كانوا هما ينكروا في صغارهم هي الحيوان معناها القطوسة ما تنكرش في صغارها ونحب نقول لكم اللي يضي الشعب هو شعب من نار ولكن الكراسي نتاعكم هذيك من ورق وكانكم تحسبوا لي بابا باش يقعد بابا ما يقعدش راهو غادي بابا ما يقعدش الحي يروح وقبل ما نكمل نحب نوجه مرة أخرى تحية للأمنيين والناس اللي قاعدة ساهرة على حماية البلاد الكل ونترحم على روح شهدائنا الكل أمنيين والمدنيين وما بقى لي تو كيمش نقولكم ملتقانا بعد على بلاتو نسمة المخصص للشباب وأكيد تعرفوا وين تلقاونا صفحة الفيسبوك سايبونا تستنى فيكم ورقم التليفون 28 468 203 محلول لكم